الحمد لله أنه هيدا السنة نسبة الحرائق بلبنان خفت عن الأول. نحن السنة الماضية كان عنا اشتداد كبير بالحرائق، ولكن بالسنوات المقبلة ممكن نكون عم نشهد على موسم حرائق أقسى من الموسم اللي شفناه هلأ بالسنوات الماضية بسبب التغير المناخي وكيفية تعاملنا مع موضوع الكوارث الطبيعية وتحديدا الحرائق في لبنان. الخطط يلي عم تنعمل بالوقت الحالي من قبل وزارة البيئة هو تدريب مجموعة من فرق المستجيب الأول، يلي هي مهمتها أنه تكون عم تستجيب أول ناس للحرائق ليعرفوا كيف بدهم يطفوها، يعملوا دراسة لموقع الحريق كيف يكونوا عم يشتغلوا عليه، وبنفس الوقت يتواصلوا مع الجهات المعنية يلي هي الدفاع المدني، الصليب الأحمر، القوى الأمنية، ويتواصلوا كمان مع كل الفرق الإغاثية ليقدروا يكونوا عم يطفوا هذا الحريق ويعرفوا المصدر تبعه ويطفوه بالكامل. طبعا وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الجمعيات عم تشتغل على كيفية الحد من اندلاع الحرائق بلبنان. واحد، في عنا نظام للإنذار المبكر عم يخبرنا وين المناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق فيها، عم نجرب نشوف البلديات والمؤسسات المعنية والجمعيات الأهلية كيف هي تكون هي عم تنظف الأحراج من الأعشاب اليابسة اللي هي إذا بدك الفيول للحرائق، بنفس الوقت نعمل توعية للمواطنين على كيفية تجنب الحرائق. الحركة البيئية اللبنانية بالوقت الحالي عم تطالب الجهات المعنية من وزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة الزراعة أن يكونوا عم يتحركوا لوقف قتل الأشجار في غابات الشمال، ونحن عنا خطر كبير. أول شيء إذا انفقدت الأشجار حترتفع درجات الحرارة بزيادة، ما حيكون عنا أكسجين، رح يزيد التلوث الهواء، وبنفس الوقت هيدي المناطق رح تفقد حيوانات كتير مهمة وحشرات كتير مهمة بتأثر على التنوع البيولوجي الموجود بهيدي المناطق. ولما بتغيب هيدي الرئة يلي نحن بنتمتع فيها عنا مشاكل كتير صحية رح تجي بالفترة الجاية. من هون لعشر سنين إذا ما عرفنا نوقف هيدي المشاكل لبنان واصل لمحل أنه عم يخسر الغطاء الحرجي تبعه. وهلأ نحن بالوقت الحالي خسرنا حوالي تلت الغطاء الحرجي يلي نحن عنا إياه، عم نحكي تقريبا عن 16 مليون و 400 ألف متر مربع من الخسارة يلي خسرناها على كامل الأراضي اللبنانية.